محمد علي اتولد عام 1769 من قرب مدينة كافالا، وهي مدينة بحرية مقدونية تخضع لسيطرة اليونان. ونظرا لأن أباه كان من رجال الحكم فقد اهتم رعايته وتولى تربيته ونشأته، فشاب ملتحما بالشؤون الإدارية والعسكرية، وقد أظهر تميزا في فن المباغتة وإدراكا لشؤون الرئاسة، متجردا بعض التجريدات العسكرية لحفظ الأمن حول المدينة، وحاكم مصر ما بين عامي 1805 إلى 1848، وهو مؤسس الأسرة العلوية وأول حاكم يأتي بقوة الشعب. الناس لقبته بمؤسس الدولة الحديثة، ولكن هو اللي روج الاسم ده لنفسه وبقى يمشي على مر العصور. وعاد محمد علي باشا قدوة حسنة نموذج الفرد دوائر التنويريين والمثقفين في مصر، رغم أنه كان أميا. ويعتبر محمد علي باشا أول من استخدم التجنيد الإجباري في مصر. بعد ظهور أعراض الشيخوخة وعدم قدرته على التفكير المنطقي، قام بإعطاء الحكم لابنه إبراهيم عام 1848. توفى محمد علي عن عمر ناهز 80 عاما، وتشاء الأصداف أن يتوفى ابنه إبراهيم في نفس هذا العام. بنى المسجد في جزء من قصر الأضلاع، وهو داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وهو الآن من آثار حي الخليفة. أيضا كان يسمى بمسجد المرمر أو الألباستر، بنى على مساحة 4264 متر مربع على شكل مستطيل. جامع استغرق 33 سنة عشان يبني، مع أنه مكتوب في الجامع نفسه أنه هو استغرق 18 سنة من 1830 ل 1848، بس عشان هو كان فيه تفاصيل كتير جدا، زي لما أنت تخش تلاقي الهواء داخلك من كل الاتجاهات، زي جامع السلطان أحمد بالأستان. ولقد طلب محمد علي باشا من معماري فرنسي يسمى باسكال تصميم جامع داخل القلعة، ولكن توقف المشروع لمدة 20 عاما، وجاء معماري تركي يسمى بوشناق مصمم الجامع، ولكن كانت العمالة الحجارين والمهندسين منحاتين من العمالة المصرية. وكانت توجد قصص تؤكد الاهتمام بالتفاصيل في هذا المسجد، ومنها العوامل، كانت تأتي من محاجر الأقصر وبني سويف على هيئة قطعة واحدة، فكان أمر مرهقا، فقد كانت تأخذ أسابيع لتسويتها للحصول على ملمس نهائي. برضه موجود في الواجهة الغربية في الجامع منارتين، الواحدة فيهم طولها 84 متر، الاتنين شبه قلم الرصاص، بس كان التحدي اللي كان فيه قانون زمان أو فرمان ما لازم كل جامع يبقى فيه منارة واحدة، ولكن محمد علي كان بيتحدى الملك العثماني اللي قبليه وعمل منارتين، الواحدة فيهم لازم تطلعها ب 256 سلمة. يقع المسجد في منطقة مستطيل البناء، ويتكون من قسمين، قسم شرقي وقسم غربي. قسم الشرقي فهو القسم المؤدي للصلاة، أما بالنسبة للقسم الغربي فهو صحن الوسط الفسقية، ولكن القسمين ما بين متقابلين، أحدهما قبلي والآخر بعدي. القسم الشرقي للصلاة هو مربع الشكل، هو ذراعه الداخلي 41 متر، متوسطه قبة، قطرها 21 متر، وارتفاعه 52 متر، محمولة على أربعة طرقوس. تتبكى أطرافها على أربعة أكتاف، يوجد من حولها أربعة أنصاف قباب. أما بالنسبة للنصف الخامس فهو يغطي بروز المحراب. ومبني كله بحجر الألباستر، ووسط الصحن توجد قبة الوضوء التي أنشئت سنة 1844، ومقامة على ثمانية أعمدة من الرخام، وفوقه رف خارف بارزة، وباتن القبة محلى بنقوش تمثل مناظر طبيعية، وبداخل القبة قبة أخرى رخامية نقش عليها بذخارف باردة عناقيد عنب، وبها طراز ونقوش ملون مكتوب بالخط الفارسي بقلم سنكلاخ، وبها بعض النقوش المستوحاة من البروك والروكوكو. يتوسط الرواق الغربي بالصحن برج من النحاس المخطوب المحلى بالنقوش والزجاج الملون، وبداخله ساعة أهدية إلى محمد علي باشا من ملك فرنسا سنة 1845 يسمى لويس فيليب، ويحيط الصحن شبابيك من النحاس تضل إلى خارج المسجد، إلا الشبابيك الشرقية تضل إلى داخل المسجد. التصميم الداخلي الأكثر يلفت الانتباه تلك المنابر خضراء اللون ومرتفع قليلاً، والمنبر الآخر مصنوع من الرخام، يكون بذلك من أكبر المنابر الموجودة في جامع مصر. يوجد أيضا ضريح محمد علي باشا عليه تركيبة رخامية حولها مكسورة نحاسية مذهبة جمعت بين الزخارف التركية والعربية والمصرية، وثبت على جدارها القبلي لوحة رخامية مكتوبة باللغة التركية تضمنت مدح لمحمد علي باشا ومدة حكمه وتاريخ وفاته. سمع الله لمن حمده.